بزاف الناس كي هذه الهضره اللي كتقال بان لميا ما تطلعش حقها، لميا ما عندهاش زهار، لميا بزاف الحوايج. انا ما كنشوفهاش بحال هكا، انا بالعكس انا كنتمنى بانه هاد الاراء يكونوا بدافع ايجابي، لانه لا لميا انت غدا في الطريق الصحيح، حيت انا عندي واحد المسار يعني كيعكس الشخصية ديالي وأنا كيفاش كنفكر وكيفاش مربية. غادا بخطة ثابتة، كنحسب شنو غادي ندير في كل خطوة، وما كنبغيش أي حاجة تكون عبثية، وهادشي ما كيجيش بسرعة، بالعكس ياخد وقت، ياخد مجهود فكري وجسماني ويعني فوق ما يتخيل أي واحد. دابا يمكن الناس ما يقدروش أو لا ما يفهموش هالطريق اللي غدا فيها أنا بشوية، ولكن أنا كنظن بأن من هنا 5 سنين ما كان هاد الفكرة غتبدل، لأنه عندي واحد الرؤية وعندي واحد الهدف وعندي واحد الطموح اللي أنا غادا عليه، وخا ماشي دائما كتكون الطريق مسرحة أو الطريق مفرشة بالورد، ولكن بالعزيمة والإصرار والإرادة، وأهم شيء كتكون أنت باغي شنو كدير، فاش ملي كتبغي شنو كدير أي حاجة كتسهل وأي حاجة كتمشي. فإن شاء الله اللي جاي زوين، وما كنظنش بأن هذه الجملة هذه غتبقى تتكرر.